الاهلي الرقم ده اللي انا هقوله حضرتك ممكن تخش على جوجل وتشوفه. النادي الاهلي خلال 16 سنه، خلال 16 سنه ضاع منه دوري واحد، ضاع منه دوري واحد من 2004 2005 لغايه 2021. النادي الاهلي ضاع منه 2014 2015. انا ممكن اقفل الحلقه بقى كده يعني خلاص وامشي، من ايام ما كنت انا لسه بلعب في الاهلي يعني من زمان، انا يعني من فتره طويله الواحد حاسس ان هو بقاله كتير مبطل. انا خلصت وبقالي 11 سنه مع حضراتكم، ولسه الايام اللي جايه اكتر. طب ده كل اللي انت بتقوله ده يعني معناه ايه يا اسلام؟ معناه ان احنا سنقاتل لغايه كلاعبين، طبعا مش احنا سنقاتل طبعا في ظهر نادينا وفي ظهر لاعبتنا وفي ظهر جهازنا الفني وفي ظهر مجلس ادارتنا وفي ظهر جمهورنا، وضد اي حد، ضد اي حد يتكلم عن النادي الاهلي او يظلم النادي الاهلي، على الرغم من يا جماعه كره القدم فيها كل شيء. يعني حضرتك لو كنت رحت شفت الفار وحسبت الكرة دي هدف، كان ممكن أحمد سمير مثلا في الكرة اللي الشناوي يطلعها كان ممكن يدخلها جون، والماتش يخلص تعادل 1-1 أو مثلا. يعني أنا بتكلم بمنتهى الأريحية مع حضراتكم، مش ده كان ممكن يحصل؟ ولكن كل ما نطالب به هو العدالة. من حق النادي الأهلي استخدام حكام أجانب؟ من حق النادي الأهلي استخدام حكام أجانب طبعا طبعا. هو بعد اللي بيشوفه ده يلعب بحكام مصريين إزاي؟ إزاي طيب ألعب على الرغم من النادي الاهلي من سنتين او من ثلاث سنين، خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دعم كامل للتحكيم المصري في كل شيء، في كل شيء، بيانات، مقابلات شخصيه، حتى لما تشوف حكم شدوا حيلكم، كل حاجه دعم كامل للتحكيم المصري، ولكن بهذه الطريقه لا. ده انا قبل الحلقه، قبل الماتش بتاع الطلائع بيوم يعني قبل الماتش ب 24 ساعه، اقل من 24 ساعه، بقول لحضرتك يا حكم الفار لو شفت كورة انده على الحكم وقول له تعالى شوفها، أي كورة ضد أو مع النادي الأهلي. لكن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية لا، ما ينفعش اللي بيحصل في منظومة كرة القدم المصرية، لأن النادي الأهلي لن يسكت عن حقه أبدا، ولن يسكت عن حق جمهوره أبدا، ولن يسكت عن حق جهازه الفني ولاعبيه اللي تعبوا واجتهدوا